يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق في الحكم بين من يدعو الأموات لتشفع له عند الله وبين من يدعوها لتأثيرها في الكون؟ ما يعتقدون أنها تأثر في الكون، إنما يدعونها لتشفع لهم عند الله، يقولون لأنهم صالحون، لأنهم رجال صالحون ونحن مذنبون، أهم يشفعون لنا عند الله، هذا قصدهم، ولا ما يعتقدون أنهم يؤثرون في الكون. نعم.